خلينا نروح الأول فقرة الجي بي اس، اتعودتوا عليها في كل يوم أربع من السادسة، ونشوف رغم إن الحقيقة يعني كله مش في أفضل أحواله، لكن مفيش مانع ناخد جولة مع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج ونشوف أرقامهم ونشوف شكل مشاركاتهم مع فرقهم في الدوريات المختلفة كانت إزاي الأسبوع ده. البداية هتكون من إنجلترا، وتحديدا طبعا مع المو محمد صلاح. هنروح لليفربول في مواجهة الأرسنال الأخيرة اللي انتهت لصالح الأرسنال بنتيجة 3-2. طبعا شارك محمد صلاح وتم تغييره أثناء المباراة، النتيجة انتهت 3-2 زي ما قلت لحضراتكم. كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، ثلاث مراوغات نجح في اثنين منهم، 19 تمريرة بنسبة دقة 89%، كي باس واحدة بس، خسر الكرة خمس مرات، تقييمه في المباراة كان 6.5 درجة، وليفربول حاليا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط. طبعا في انتقادات وفي ضغوط رهيبه جدا على محمد صلاح، اختبار الحقيقه. دايما كنا بنتكلم على عقليه صلاح واللي نجحت او نجح في استغلالها بشكل عمل معاه النقله النوعيه على مدار سنين طويله جدا، خصوصا في واحد من اهم الدوريات، وقدر يوصل للقب تشامبيونز ليج، وقدر يوصل للقب بريمير ليج، وقدر يكسر كتير من الارقام القياسيه، ودايما حاضر كهداف للبطوله. السيزون ده اختبار صعب لمحمد صلاح، نتمنى له النجاح فيه. نروح لسام مورسي اللي بيلعب في الابسويتش تاون، طبعا شارك في مباراه فريقه الاخيره، فاز على مور كامب بنتيجه 2-1، شارك لمده 90 دقيقه ولمس الكره 64 مره، تمريراته 50 تمريره على مدار المباراه بنسبة دقة 80%، التمريرات المفتاحية واحدة، المحاولات على المرمى اثنين، نجح في إنقاذ فرصتين، التقييم 6.7 درجة. وفريق سام مورسي حاليا إبسويتش تاون في المركز الثاني في جدول ترتيب الليج 1 برصيد 30 نقطة. طبعا إبسويتش تاون في الليج 1 مش في الشامبيونشيب حتى، والليج 1 هي اللي بعد الشامبيونشيب على طول، يعني بريمير ليج، شامبيونشيب، ليج 1. نروح بعد كده لألمانيا، عمر مرموش فولفسبورغ الألماني. عمر طبعا شارك في تعادل فريقه الأخير أمام أوكسبورغ بنتيجة 1-1، شارك لمدة 75 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، خمس مراوغات ما نجحش غير في واحدة منهم، لمس الكرة 40 مرة، 18 تمريرة على مدار مدة مشاركته بنسبة دقة 56%، تمريرات مفتاحية واحدة، التحامات هوائية 12 نجح في 9 فيهم، ويحسب ليه الحقيقة انه يعني الارقام دي بتقول انه قدر يطور من نفسه في العاب الهواء، على الرغم انه يمكن ما يعتبرش لعيب يعني طويل القامة قوي. خدوا بالكم التمريرات الخاصة بالعاب الهواء تقدمت تقدم رهيب وعنيف، عندنا امثلة على ده كتير جدا، لعيبة ما تعتبرش من اللعيبة الطويلة قوي لكن قدرت تعلي من قدراتها على فكرة التيك اوف، وبقينا بنشوف تمريرات مخصصه لجزئيه العاب الهوا دي اتطورت بشكل عظيم. يعني خسر الكره على مدار المباراه 22 مره، تقييمه في المباراه دي كان 7 درجات، وفولفسبورغ حاليا في المركز ال 13 في جدول ترتيب الدوري الالماني. يعني بنتكلم طبعا على ترتيب متاخر الى حد كبير. هنسيب فولفسبورغ ونسيب المانيا وهنروح لباريس، لا مش باريس بقى، لنون تحديدا لفرنسا، بس يعني هو توري فيل هو اللي طلع، فتوري فيل يعني باريس، لكن هنروح لنون تحديدا، اف سي نون، فريق محمد مصطفى محمد طبعا نجم هجوم منتخب مصر، شارك في خساره فريقه الاخيره امام ران بنتيجه 3-0، وشارك لمده 90 دقيقه، كان ليه محاولتين فقط على المرمى، لمس الكره 43 مره، تمريرات 21 بنسبه دقه 57%، تمريرات مفتاحيه واحده، كلهم متفقين على واحده، التحامات هوائيه 17 نجح في 12 منهم، خسر الكره 18 مره وتقييمه 7 درجات، ونونت حاليا في المركز 19 برصيد 7 نقاط. يعني الاوضاع بالنسبه لمعظم محترفين الاسبوع ده مش في افضل احوالها، لكن على كل الاحوال دي كانت ارقامهم وشكل مشاركاتهم مع فرقهم في الدوريات المختلفه.